رجعنا مع حضراتكم. عمر طبعا تقرير يمكن تقرير قايم جدا، في ناس كتير ما تعرفش المعلومه ديت، في ناس كتير قال لك بنتكلم على المحترفين المصريين، بنتكلم خلال التسعينيات بدا، حتى انا اول مره اعرف المعلومه اللي اتعرضت في التقرير. كلمنا شويه عن القصه دي، كلمنا عن التجربه اللي انت كتبت عنها. يمكن يا كابتن هاني في البدايه طبعا التاريخ لا حد يعرف يشتريه بفلوس، ده حقيقي، ولا بيتباع، ولا لو حتى عملت بادجت قد ايه تقدر تشتري لعيب، لكن ما تقدرش تشتري تاريخ. ده حقيقي، ولذلك هي دي عظمه النادي الاهلي في انه تاريخه كبير جدا.